في إلها عشاق ما بيطيقوا عنها فراق، لو قام العاشق عنها بيرجع يركب هالمشتاق. هن ذاتن دي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي، ولا واحد منهم بيفل نحنا انحلينا وريل، ولا مرة بدمن بنحل هالحالي مش عم بتحل، صار لازم نلقينا حل نحنا انحلينا وريل، ولا مرة بدمن بنحل عنا ميت اينشتاين ما عرفوا كيف يوفوا الدين، كل العالم ممسوحين وكيف ما تمانوا في ومن وين، هن ذاتن دي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي، كرمالوا البلد بينشل نحنا انحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل، الحالي مش عم بتحل صار لازم نلقي لها حل نحنا انحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل أنا حابب هالمناسبة أقولكن إنه أنا كتير اشتقتلكن، عن جد كتير اشتقتلكن، عبالي مو نايه كون معكن وحدكن. سمعوني صوتكن لشوف أنا كتير بحبكن. نحنا كمان منحبك شيخ سعيد. أخ ما ألزكن وما أجملكن، أنا كمان كتير اشتقتلكن وبحبكن كتير. دولة الرئيس، دولة الرئيس، طالما بيكم متفقين حضرتك تفضل. جنرال بليز تخبرنا شو صار بالنسبة لقانون الانتخابات؟ هلا اثنين الجواب بتلاقوه بكتاب الإبراء المستحيل صفحة 5. غيره مين حضرتك؟ مون عماد بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب. نعم الجواب سيد الكريم بتلاقوه بكتاب الإبراء المستحيل صفحة 137 بآخر مقطع حسب ما اسمه. طب جنرال روق طولي طب حضرتك يلا شرفتك. شو بالنسبة لموازنة 2013؟ كمان بتلاقي جواب الإبراء المستحيل بين الموازنة بين صفحة 127 لصفحة 223 بالتحديد. غيره طولي بالك انت شرف حضرتك. جنيد زين الدين قناة المنار، ما هو رأي جنرال ميشيل عون فيما يجري في الأوضاع في سوريا؟ بآخر الكتاب الوضع بسوريا، بآخر كتاب الإبراء المستحيل يعني صفحة 587 لصفحة 600 عملنا هالكتاب تنخلص بقى من أسئلتكم وسخافتكم. شو قصة؟ قولوا للكتاب شرف. طيب جنرال خلينا نطلع من قصة كتاب الإبراء المستحيل ومن لبنان، خلينا نحكي عن اللي حكيته مؤخرا عن البحرين، شو فيك تخبرنا عن الموضوع؟ الإبراء المستحيل صفحة 861. جنرال هو ليش فيه 800 صفحة يعني؟ لا هذا الإبراء المستحيل بارتو. هلا عم بكتبوا شو قصتك؟ مش شايف عيني كيف إن بقبقين كده الليل امبارح سهران وعم بكتبوا، وهلا أول صيفية رح أعمل له توقيع سينياتور تبعه بالـ ستور وما بخبي عليكم روتانا عم بفاوضوني تيخدوا العمل لإله. هلا هل سيتم ترجمة كتاب الإبراء المستحيل إلى اللغة الفارسية العظيمة؟ لك سؤال أنت شو تاريخك عم تسأل؟ إيه؟ بدي أتأكد هلا اشتريتوه كلكم الكتاب؟ البارت 1 كلكم اشتريتوه؟ عم بسألكم جابوا؟ يا سيكوريتي أنا ما قلت لكم ما حدا بفوت على الراضي إلا ما يكون شير البارت 1؟ تعملوا؟ شو تاريخه؟ خلص؟ شو صار بالمستقبل بعد إقرار الأرثوذكسي؟ نحن انحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل.
ريحه سوريه يا دليل، وديعا يا دليل. بدك تتركني يا ابراهيم؟ غصب عني يا دليل. وعسورية كمان يا ابراهيم؟ ايه عسورية يا دليل. ابراهيم لا تكون رايح تحارب مع الجيش الحر. لا معقول، ايه بدي روح حارب مع الجيش الحر؟ لا مش رح حارب مع الجيش الحر. ايه يا دليل، ايه اوعك ها، ولا الجيش النظامي اوعك ها، ولا الجيش النظامي يا دليل. ابراهيم ما دام لا رايح تعمل لا هيدي ولا هيدي، لا تكون في شي وحده ناطرتك هونيك. لا يا دليل، عم تشكي فيي بعد هالكبرة؟ لا ما في وحده تانية يا دليل. ابراهيم اذا ما في شي من هيدول كله شو رايح تعمل بسرية تموت؟ خليك هون بلبنان يا ابراهيم. لا حبيبتي، إذا بروح على سوريا مش أكيد إنه رح موت، بس إذا بضل هون بلبنان على الأكيد الأكيد رح موت. ليش يا إبراهيم؟ خير؟ شو صاير؟ ليش ما سمعتي؟ وزارة الصحة قال بطلت تطبب عحسابها وسكرت، بينما بسوريا وزارة الصحة بعدها فاتحة رغم كل شي عم بيصير فيها. فوين وين عندي مجال عيش أكتر يا دليل؟ بسوريا أكيد. انطرني انطرني يا إبراهيم، بدي فوت دب الشنطة جاي معك. ولك مع أساس مش راح تقلا يا إبراهيم، ولك قطيعة تقطعك قلبك شي طيب يا إبراهيم. طب انا هلا كيف بدي اخلص منها؟ خليكي خليكي، حضل هون، روحي انت على سوريا. ما راح اسيب الا معالي الوزير. بتضحكوني لحظة، حضرة الصحفية ولو شي مرة معي الوزير مروان أبو ملحم شارب المرد عليكم؟ بس واحد واحد، عشو هالعجقة والفوضى؟ إذا بتريدوا واحد واحد أقدر أسمعكم. معالي الوزير، بدي أسألك كرمال عجقة السير وقانون الانتخابات، إمتى رح تنفرج بقى؟ بدنا نطمن هالمواطنين. مهضومين مهضومين وبتضحكوني، مهضومين وبتضحكوني. إنه معقول يعني إنه مروان، رح كون معكم صريح لأقصى الحدود، انه معقول مروان ما عنده شغل وعمل غير هالاشياء اللي عم تقولي عنها، انتخابات وامن وعجقة سير؟ معلش عندي عده اشياء كثير مهمه واهم هيك بكثير. عفوا معالي الوزير، بس انه حضرتك وزير داخليه ما هيك؟ انه لازم تكون الوزاره شغلك شغل. ولك يا حبيبتي، عراس الوزاره، عراس وزاره الداخليه، بس عندي وظيفه ثانيه ما في اهملها، ما في اهملها ولا بشكل من الاشكال. عن جد معالي الوزير عندك وظيفه ثانيه غير وزاره الداخليه؟ شو هي هالوظيفه يا حبيبتي؟ انا مستشار الخاص للشيخ احمد الاسير. ولا اي نعم، لحو موكلني بملف، رح كون معكم صريح، مروان صريح الى اقصى الحدود. تفضل. لحو موكلني بملف، في احد شباب عم بيغني بمقهى بكفر زبيان غنيه يا غايب ليه ما تسال للفنان فاضل شاكر، مش اخذ اذن ترخيص منه. بيهين عليكم انا ما دافع عنه؟ لا لا، بيهين عليكم ما دافع عنه؟ تخيل تخيل يعني. لا اكيد، يعطيك العافيه. عكس دبيان. بين فضل الشاكر والاسير يبقى ابو ملحم هو البديل، جنيد زين الدين، قناة المنار. شو صار بالمستقبل بعد إقرار الأرثوذكسي؟ وحياتك يا شاب يا محترم، بدي اشتري كتاب اذا بتريد. الرئيس سنيورا؟ نعم بذاته. كيف الصحه؟ طول لي عمرك حبيب القلب. تكرم عينك، شو بدك؟ بدي كتاب اسمه الابراء المستحيل اذا امكن.
للجنرال عون؟ ايه نعم تعول الجنرال عون. خي ان شاء الله دائما هيك بيرجع التعايش بيزبط البلد ونحن بنعيش مبسوطين ومرتاحين. يلا جيب لي كتاب بدل الامانيه شاب يا محترم. لا ما عم تلاقي، بالعكس بيع كثير مبيعات وهيك كشف حقيقي كثير كبير. ايه عال عال عال. كم نسخه عندك يا محترم يا لذيذ؟ 40 نسخه. 40 نسخه؟ جيبهم كلهم جيبهم كلهم. قديش حق النسخه؟ 45 دولار. 45 دولار يا محترم، ولو عيب عليك، جارك هلا المكتبشي هلا جبت من عنده 30 دولار الكتاب، 30 دولار النسخة يا محترم، ولو ها؟ بس لحظة أنت كم نسخة بدك؟ نعم، أنا عمالين اشتريهم كلهم، منشان هيك عم بيحقق مبيعات، شو بنا؟ 35 دولار منيحة صراحة ما فيي عن جد، إنه هذا هيك السعر أنا بشتغل هون، ما فيني أنزل فيك ولا سعر. موظف يعني؟ موظف يا تقبرني مبين عليك لذيذ ومهضوم، 37 دولار بالنص هيك بنقسم الربع، شو رأيك؟ لا شوف يا جنرال، انا ولا انت؟ ها لك عرفت ابو فشخه؟ شو في طرق؟ شو في؟ قرر مجلس النواب انه يزيد عدد النواب من 128 نائب ل 134 نائب. شو عم تحكي انت؟ ايه؟ معروفه هيدي، انا بعرفها هيدي. شو فيها يعني؟ ولك كيف شو فيها؟ كيف شو فيها؟ شي منيح يعني؟ يعني اتفقوا على شيء واخيرا. الحمد لله الحمد لله. هي بديهي يا حبيبي، من البديهي يتفقوا عليها، اقل شيء هي يتفقوا عليها. وليش بقى ابو فشخه؟ لكن يا حبيبي اولا 128 نائب هن زيتهم بضلوا. طب بس في سته زياده. يقبرنا ربك، عد معي. مريم كلينيك. مين؟ مريم كلينيك، نتالي فضل الله، لارا كي، زين العمر وجورج ارداحة. طيب هو الخمسة والسادس؟ ابو فشخة. من قلتهم بالمجلس؟ شو عم تحكي انت؟ هن زادهم دي 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 دي، كيف فرحتي وكيف ما جيتي. الو؟ هاي وليد باك ميسيون. بوسنا. وليد باك، كيف هالسعودية معك؟ اشتقنا لك. مبسوط؟ مبسوط بالسعودية؟ لك بدك مساعدة؟ لا عن جد، انا مساج، كونكبيناج، اغراء، كذا، فيني انا ساعدك؟ والهلا بعرف ان انت مكفي وموافق اكيد وليد باك. انا بس عني واقف عم تلفن لك حتى حذرك. ليك وليد باك انتبه، اذا بدك تبرم اوعى تبرم هونيك، تعا على لبنان برم هون قد ما بدك. ايه بس لانه انا جماعه بعرفهم ما بيتامن لهم هونيك، شي انه بتبرم بحبوك. ايه ما انا خبزتهم وعجنتهم بيتامنوا. قوم اتباب، قوم زلغت سيدنا. خير شرطي أدولف، شو في؟ طمني. خير سيدنا، سيدنا أخذنا موعد، أخذنا موعد مع الخاطف اللي خطف لك ابن خالتك سيدنا. قوم رقص سيدنا. عن جد؟ عن جد عم تحكي شرطي أدولف؟ إلك علي لا ترقص وتزلغت وتتبك وتنطط من الفرح. ولك وين كمشتو؟ وين هو هالأزعار؟ وين هو؟ إذا ما بزد لك معاشك آخر الشهر خذ مني شو ما بدك. روح سيدنا، أشبيت انفحط هيك؟ روح، وين كمشتو؟ روح سيدنا. سيدنا اخذنا موعد منه، قلنا لك وعشر دقائق، عشر دقائق ماكسيمو بيقدر يعطينا من وقته سيدنا. روح لحوه هون المحترم، طول لي بالك. يا مشتاق عم جاي، اخذنا موعد منه. انا حمود لحظه ما تعيط له، ظبط حالك. لا اعمل وهره، منظر وهره لحظه. يلا استاذنا الكريم، استاذنا الكريم حمود معروف. ايه حياتي. اوكي يا حبيبي، اوكي. عندي ميتنج خطف، عندي ميتنج خطف. اوكي بحكيك بعدين، يلا باي. سيدنا الضابط. اي نعم. انت الضابط؟ اي نعم انا الضابط. عم مش ضابط ابدا. ليك حبيبي خبرني هو وقال لي انه ما عندي وقت كثير ضايعه، خبرني انه ابن خالتك مخطوف وكذا. نحن طلبنا مليون بكرامتك، يعني كرامة الدولة، انه ما نشفوت معنا مشاكل بيناتنا وبينكم. قلنا خلص منشلك 75 الف دولار وان شاء الله نكون دايما نشتغل مع بعض ودايما نضل وخلينا ما نفوت بهدي بيجي، بس ما بعملها لحدا بس كرمالكم، لانه نشتغل مع بعض نحن اذا محل معين. بس يا محترم انه 75 ما شلت لي شيء، مليون كثير علي، من وين بدنا نعمل لك مليون؟ 75 انجا بيطلعوا 7.5%، يعني انه وزارة المالية عم تاخذ اكثر من هيك. انت لو بتسد نيعك وبتسد لبوزك كان نص مصيبة، بس ما خبرك الخبرية. ما نحن ما في منا معاملة بتعملنا بالعالم كله مثل ما نحن متعامل بالسوق. نحن روح، بدك تشوف غيرنا روح،
بدك ابن خالتك يخطفوا واحد تاني؟ بده ابن خالته يخطفوا واحد تاني؟ يطلب مليون مليون، شلنا لك 75 بتسكر تمك؟ بتدفع؟ بسكر تمي حبيبي بس يعني شوف بالسوق إنه... إذا بتلاقي أحلى من معاملتنا خذ بدك إياه. إنه لا بعرف إنه مع راسي أنت ومعاملتكم و... معلش ويعني بس إنه 75 يعني طب ظبط لنا إياها شوي. سينا روح طول بالك سيرك كثير المحترم عم بتوفش معه أقل من هيك. أنا عم ببرم بالسوق وبعرف سعر الفدية. معلش سينا سيرك بدي احكي بس بولاد الاصل مثل هيدا الزلمه هي ابن اصل بس كرماله لانه ابن اصله ولانه انسان كريم وكريم نفسه. شو بدك 100,000 دولار رح شيل لك ما بعمل لك كرمال عيونه لهالشب بس كرماله. انا عم اقول لك عم شيل من ضربي عم شيل من ضرب ولادي بقول لك ايه انا عم اقول لك مش بتعذب بقول لك ايه ما عندي ناس عم تخطف عم تتعذب سيارات كذا عندي يد عامله بس انا هي بس بكرامه الشاب الصغير بس ما بعملها لحدا وان شاء الله دائما يكون في تعامل تعامل شو شو صار بالمستقبل بعد إقرار الأرثوذكسي؟ إن أرثوذكسي قربت تنحل كلمتك مدى الحياة. إحنا انحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل. زيز مان شو بك حاسك هيك كأنك مش عبعدك مان؟ مني انا عرفت صاحبك الزيز منه هو يعني مني انا مش مرتاح مبنك معصب مني انا وبذات الوقت مقهور مقهور واي برو شو قهرك هالقد انه مصرياتي عم يروحوا على الفاضي مصرياتك اي مصاري اي ماني مان ما حضرت الدعايه تبع وزاره السياحه اي وحده هي الدعايه اللي بصير يطلعوا بنات بصيروا يعملوا بايدهم هيك ويرقصوا ويقولوا يلا تعوا لعنا على لبنان والعاني والعاني والجو كثير حلو وكذا ومبسوطين ويلا يا سواح تعوا دعايه طويله عريضه من مصريات مين معموله هي من مصرياتي ومصرياتك ومصريات الشعب اللبناني وما جابت ولا سايح على لبنان سو ترو مان سو فوكن ترو يا ريت تعلموا من الأسير إنه لاحظت مالا كامبين عملوا أسير مالا دعاية إنه نزل على التلج تزحلط على التلج وكذا هاي الدعاية فاتت براس كل سايح وكل واحد بيفكر يجي على لبنان بطل دعس لبنان وما كلفت الدولة اللبنانية ولا مليم مزبوط عم بحكي ولا لا؟ لا مزبوط مان very nice contrast كانت black and white على السنو بتعقد بس بقلك شغلة شو؟ كانت هيك جابت كامبين او دعايه عن نيجاتيف شوي كانه ما بهمني بهمني انه ضربت لا ولا مبلا قلي ما عم بسمع لا مبلا حسيت ما دافنا صيحات العدوان واخيرا ربحنا اوقيتو جيت بوقتك يا شقيله شخفي قليلي مبروك على الارثوذكسي ولا شو انت اللي مفروض تقولي مبروك على الارثوذكسي اوقيتو سقيليتو الارثوذكسي لقلنا لا يا حبيبي الارثوذكسي لقلنا لمعلوماتك يا اوقيتو خليني غايق ومعصب الارثوذكسي نحن طلعنا فيه لا يا عمري انت اللي خليني غايق ومعصب الارثوذكسي نحن اللي طلعنا فيه عمو يا خالو اسمعيني منيح لو ما نحن طلعنا بالارثوذكسي ما كان جنرالك دقل الحكيم وهنيت ما لانه الجنرال هو اللي طلع بالارثوذكسي طرفا للحكيم وهني اوقيتو لو ما منا ما مرق بالمجلس الارثوذكسي لا يا زورو نحن اللي مرقنا الارثوذكسي بالمجلس لعلمك وطي صوتك يا مبولة لا الارثوذكسي لعلمك عونك جاي من الله قالت نان الغالي مش بطالع يتجلى اجتمعنا اليوم مثل كل يوم لنشدد انه نحن مش خايفين من حدا منا بحق منا مطالبنا بالبلد ومنا السلسلة بدنا السلسلة بدنا السلسلة بدنا السلسلة بدنا السلسلة بدنا السلسلة اشبدكم اشبدكم رجعوا عيدوا بدنا السلسلة تضربوا مش الدولة تأمن مصادر التمويل ليقروا السلسلة بالأول ايه يصطفلوا ما خاصنا فيهم يحلوا عنا ويخلصونا بقى
حلو كتير حلو كتير. ومش بس هيك تقبريني، بدو يزيدوا الضرايب على الكحول ليقروا السلسلة. هالكحول؟ اي نعم. انا السكارجي بشرب كتير كحول، بعتذر. رح اضطر فل. لا اجري ما ترجع، روح فل. روح فل اشرب مي من ابر. ومش بس هيك، بدو يزيدوا تسعيرة الكهرباء ليقروا السلسلة. شو؟ الكهرباء؟ ايه؟ لا سوري، انا بصرف كتير كهرباء. عادي على الشمعة. هلا اخر همي. ومش بس هيك تقبريوني، بدو يزيدوا 6-8% من الضريبة على المعيش ليقروا السلسلة. شو ضريبة على المعيش؟ اي نعم. ما نحن ما بنقبض شيء اساسا. سوري جايز عن جد. بات روحي فلي الله معك انت والبارابلوي اتفل. مش بس هيك تقبروني، بدو يصير في خصم على الراتب التقاعدي ليقروا السلسلة. لا عن جد؟ اي نعم. ما هو بدون خصم ما عم يكفي شيء يا حبيبي. روح فل عما ما عزلك. انا كمان فلي معه. روحي فلي الله معك الله لا يوفقكم. هاي صرت لحالي هاي؟ تتعرفوا تتأكدوا انه بلبنان بسلسلة او بلا سلسلة افشي بيبسط يا خي. حياتك توصل على الوقت ودول ايبك الا ما ينفخيت، بما انه الزفت مثل الزفت شو هالحديث يو Yeah.